رانا نعانوا من لي فوس بردي تاع تسربات المياه صرف صحي واختلاطها بالماء صالح للشرب، ورانا قاعدين نعانوا لحد الان وعود راهي ما تجسدتش. خلاص رانا قاعدين نعانوا، نظر قاعدين نعانوا نحن من التسربات هذه، والله في حاله الاستقلال ونحن نعانوا، ووعدونا بشط وضوء جديد وقال لك هو دجا المشروع تاعه وكلش، وراهو لهذا الوقت ما كان حتى شيء. من ناحيه لاسينيسمون ما عندناش لاسينيسمون، من ناحيه فتح الطرقات ما بين الاحياء رانا ما عندنا حتى طريق مليح، من ناحيه الاخر لا موين طونسيون شقه القريه من الدخله حتى للخرجه راهي مكلفتنا برشا اراضي صالحه للبناء وما قدرناش حتى به اي انسان يبني تحت منها. بالنسبه لقريه ام العقارب راهي تحصلت على حصة الأسد، وهو حصة الأسد من جميع المشاريع اللي خدمناها هو إنجاز شبكة الغاز الطبيعي، كذلك الإنارة العمومية، عندنا ثانا تدعيم طريق أولاد عنان أولاد بكر أولاد عنان أم العقارب على مسافة 700 متر، كذلك عندنا الملعب الجواري الاصطناعي كذلك هما ديجا خدمناه. عندنا في الاقتراحات 2020 رانا اقترحنا مشروع شبكة تطهير بمبلغ ما يفوق 9 ملايير.